كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. 2000 جوج انطلق واحد الحملة وواحد ورش كبير بالأخص التشريعي واحد الأعداد ديال النصوص قبل بزنطفة المدارات الإلكترونية، وكاين بعض النصوص اللي كتحتاج إلى ميزانيات، تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى ترصيم، ملاحظة، مراقبة وتتبع. مثلا قانون 19 مثلا فيه المشكلة كما قلنا ديال المحاربات أسوأ شكل الاستغلال ديال فعلا. هو موضوع يعني يستحق إعادة القراءة وإعادة المناقشة والتحليل أكثر، لأنه موضوع صدر حديثا في 2016 ومدخل الحيز التطبيق حتى 2018، واللي النوازل في الحقيقة اللي كترفع القضاء هي المحك في الحقيقة الحقيقي اللي يقدر يتم لنا إشكاليات وتخلينا نفكر في يعني في تأويلات مناسبة للواقع من جهة ومناسبة للقانون من جهة أخرى، لكنها قليلة جدا. وبالتالي بالنسبة لهذه الندوات وهذه المائدة مع الندوات ديال اليوم، إذن كتعطي آفاق وكتعطي سبيل لتبادل الرأي مع الآخر، وبالأخص حينما يتعدد يعني التوجهات الفكرية والثقافية ديال المتدخلين. يعني الهيئة ديال المحامين بطنجة دأبت على الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم ندوات موائد مستديرة، وقد استقر رأيها هذا المرة على احتفاء بهذا الحدث العالمي والأممي من خلال تنظيم هذه المائدة المستديرة لدراسة موضوع هو موضوع الساعة يمكننا نقوله، هو موضوع ديال القانون 19-12 المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بعمال والعاملات ديال البيوت. هذه المائدة المستديرة اللي أطرها أساتذة أجلاء العالم منظم بموجب اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية، اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية. هناك اتفاقية كما أشار الأستاذ الكريم رقم 138 حول سن الدنيا للاستخدام، رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، اتفاقية رقم 183 بشأن حماية حقوق. يأتي هذا النشاط في سياق تخليد هيئة المحامين بطنجة لليوم العالمي للمرأة، وهذا اليوم الدراسي كان فرصة لدراسة قانون 19-12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال والعاملات المنزليات. فعلا كان اللقاء فرصة لتسليط الضوء على القانون ودراسة حصيلته بعد ما مر بمسار طويل من أجل الترافع عليه، وبالتالي فكان هذا اللقاء هدفه الأساسي هو تقييم هذا القانون وإبراز مختلف الصعوبات العملية والثغرات القانونية التي نتجت عن تطبيقه العملي، وإبراز أيضا دور جهاز الشغل في ضمان تنزيل هذا القانون على صعيد الرقابة القبلية من خلال مراقبة عقود العمل المنزلي.